واذا كان خالد ناجح او الواحد يعني حضرتك بتعتبرنا من الناجحين في حاجات كتير، فانا الحقيقه اذا كان هذا الامر فانا بعتقد ان خالد بيبو مثلا لما يشوف او يقعد على ترابيزه مع اسطوره كبيره زي كابتن محمود الخطيب، لما يقعد مع اسطوره كبيره زي محسن صالح، مع كابتن محسن صالح، ما يقعد مع اسطوره كبيره زي كابتن زكريا نصف، اعتقد ان هو يجب ان ينجح في مكانه الحقيقه. كابتن محسن، لا هو طبعا هو يعني هو قعد فتره وكان له لمسات، واتهز الفرصه دي ان انا اشيد بالجهد اللي بيعمله كابتن زكريا ناصف طبعا اللجنه وافكاره الجديده اللي دايما بيحاول يطرحها، وفي نفس الوقت يعني عايزين نرحب بكابتن حسام غالي المنضم حديثا للجنه وعضو مجلس الاداره ونائب رئيس المشرف العام على كره القدم، هذا هو المسمى بتاعه، اضافه قويه جدا للجنه، وان شاء الله يعني هيكون في شغل اكثر للقطاع كله بما فيهم الفريق الاول والمتابعات مستمره حتى نهايه الموسم ان شاء الله. انا بشكرك جدا 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 النجم الكبير والكبير جدا الحقيقه والمدير الفني القدير الكابتن محسن صالح، شكرا جزيلا يا كابتن محسن على وجودك معانا.